اهلا بحضراتكم من جديد. صحيح احنا اتاخرنا كتير، لكن زي ما بيقولوا الجماعه الصينيين، ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي. يعني العالم سبقنا في زراعه الرئه يمكن ب 40 سنه، المنطقه سبقتنا ب 25 سنه، لكن الحقيقه اصرار فريقنا زي ما بنسميه بقى جيشنا الابيض، لانه هو الجيش الابيض مش صفه بس ارتبطت بيه الاطباء في مواجهه كورونا، ولكن جيشنا الابيض يعمل طول الوقت. زراعه او اول عمليه لزراعه الرئه في مصر، اعتقد انه امر لابد ان نتوقف امامه، ليس الحمد لله لنجاح هذه العمليه فقط، ولكن لانه هذه العمليه بتفتح ملف مهم جدا، وملف لابد ان نتحدث عنه وفيه بجراه شديده. خلونا الاول نرحب بضيوفنا الاستاذ دكتور محمد حسين، مدير وحده زراعه الرئه بمستشفى عين شمس التخصصي. اهلا بيك يا فندم. يا اهلا وسهلا. منورنا محمد. يا اهلا بيك يا فندم. والاستاذه الدكتوره فجر فتحي، رئيس الرعايه المركزيه بجامعه عين شمس ومدرس تخدير. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا بحضرتك. نورانا. والاستاذ الدكتور ياسر مصطفى، استاذ الامراض الصدريه ورئيس فريق الصدر الباطن. اهلا بيك يا دكتور. اهلا يا فندم. منورنا. اسمحوا لي ابدا مع الدكتور محمد حسين. الخبر الصحافة ممكن تختصره في إن دي أول عملية لزراعة رئة، نتكلم عن سحر وإخواتها يعني اللي عملوا العملية، نتكلم إنه 10 ساعات، ونتكلم عن يعني فريق كبير من الأطباء والمساعدين، لكن الوصف من خلال من قاموا بهذا العمل أعتقد إنه يختلف. يعني الأرقام انه عملنا بروفات كم مره وعملنا كل دي ارقام، لكن احساس يعني حضرتك وانت بتكلمنا انه كيف تمت هذه العمليه وليه تاخرنا كل ده؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، واهلا بالساده المشاهدين على قناه ده الفريق الاول اهو، مش كده؟ ده الفريق على الشاشه. ايوه بالظبط. ده فريق، وده جزء من الفريق. جزء من الفريق. الفريق هو عباره عن اكتر من 50 طبيب اوضه ما خدتهمش، مشارك من 14 قسم مختلف. فهو الحقيقه فريق كبير قوي. يعني احنا عندنا ناس، انا مش عايز انسى حد، بس احنا 14 تخصص. 14 50 طبيب من 14 تخصص من مختلف التخصصات. الصدر، جراحة الصدر، الرعاية المركزة، التخدير، العناية المركزة، الأشعة، المعمل، توافق الأنسجة، طب الطبيعي، طب الطبيعي، بنك الدم. الحقيقة كل الفرق اشتغلت باحترافية شديدة، زي ما يكون احنا بقالنا 10 سنين بنعمل البرنامج ده. الحقيقة مش زي ما يكون أول حالة. احنا ليه تأخرنا؟ احنا متاخرين زي ما سيادتك تفضلت وقلت، احنا متاخرين 40 سنه عن اول حاله كانت سنه 83 في مونتريال في كندا، في تورونتو في كندا. متاخرين 25 سنه عن الدول شقيقتنا في المنطقه، اول حاله كانت في المملكه العربيه السعوديه في مستشفى الملك فيصل سنه 98، استاذنا الدكتور خالد قطان وفريق معاه. متاخرين حتى عن بعض الدول اللي لسه باديه البرنامج بقالها 5 أو 6 سنين، زي الامارات العربيه المتحده. بداوا في كليفلاند كلينيك ابو ظبي، بقالهم دلوقتي يمكن 7 سنين. ليه متاخرين؟ نظرا لعدم وجود برنامج للتبرع بالاعضاء من المتوفي حديثا. الناس دي كلها شغاله من تبرع بالاعضاء من المتوفي حديثا. ده السبب. خلينا نمسك كده بانه عدم وجود متبرع او من متوفي حديثا، عشان هنفتح ده بعدين. بالظبط. خلينا في العمليه. في العمليه بدات ازاي؟ طيب العمليه احنا بدانا للتحضير للموضوع دوت، احنا دايما بنقول من تقريبا 4 سنين. انا شخصيا بدات للتحضير للعمليه من 18 سنه. من 18؟ اول حاله زراعه رئه ادخلها كنت لسه متدرب صغير كده في جامعه بوردو في فرنسا، ونبطش بالليل، فقالوا لي لا ده احنا النهارده عندنا على بيجيلنا حالات جراحه قلب ايمرجنسي. قالوا لي لا ده النهارده عندنا زراعه رئه. اول مره في حياتي اشوف زراعه الرئه دي. رحت واتعقمت كمساعد مع الجراح اللي بيشتغل. ومن اول يوم وانا عمال حاطط في دماغي امتى نقدر نبدا البرنامج ده في مصر، وامتى اقدر اعمل العمليه دي في مصر. وعلى مدار السنين ما بين بوردو، وبعد كده ليون في فرنسا، وبعد كده مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض، وبعد كده جامعه مونتريال في كندا، طول الوقت ده انا بعمل زراعه الرئه.
يمكن اكتر من 300 حاله كاستشاري واكتر من 150. دي رحله عمرها 18 سنه. 18 سنه اه. وانا عمال افكر في كل حاله، في كل حالة امتى اقدر اعمل الموضوع ده في مصر. ربنا اكرمنا من 4 سنوات، وكان ساعتها دكتور محمود المتيني هو عميد الكلية عندنا كلية الطب قبل ما يبقى رئيس جامعة، وبدأنا نقترح عليه الموضوع. قبلها بسنوات انا دايما بتكلم انا وزميلي واخويا دكتور احمد مصطفى مدير برنامج زراعة الرئة معانا على الموضوع ده، وليه ما نبدأش، وايه الخطوات اللي عايزين نعملها. وبعد كده الدكتور احمد مصطفى كلم الدكتور المتيني وتناقش كتير مع الدكتور ياسر مصطفى قبلها على الموضوع. ودكتور المتيني اول ما سمع الموضوع قال ابداوا وهو سبورتنج اس. بدانا بالتدريب. هو اول حاله، اول حاجه في موضوع زراعه الرئه هو اول حاجه لازم التدريب. احنا 14 فريق. ال 14 فريق دول لازم يتدربوا على زراعه الرئه، واللوجيستكس لازم تبقى متوفره ليهم. بعتنا فريق من جامعة عين شمس على اليابان على مركز جامعة كيوتو، اتمرنوا هناك على زراعة الرئة من متبرع حي، وده مركز من 3 مراكز في اليابان بيشتغلوا الموضوع ده. من متبرع حي؟ من متبرع حي اه. فريق تاني مستشفى الملك فيصل التخصصي عبارة عن 10 أطباء، كنت أنا أتشرف وقتها أن أنا مدير برنامج زراعة الرئة في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وجوم اتمرنوا عندنا في مستشفى الملك فيصل على المتبرع المتوفي. كل فريق شاف أكتر من 10 حالات. وكانوا الحقيقه في منتهى الاحترافيه وفي منتهى الالتزام، بحيث ان هم قدروا يهضموا موضوع زراعه الرئه وهو موضوع كبير في خلال ال3 شهور دول. بدانا نعمل البنيه التحتيه، بدات تتجدد لمستشفى عين شمس التخصصي، ان احنا اتفقنا ان احنا هنبدا هناك. جددنا الرعايه، جددنا العمليات، المعامل، حاجات كتيره جدا اتجددت. وبعد كده جت الكورونا فوقفتنا يمكن 1.5 أو 2 سنين. بدأنا العيادة التحضيرية لزراعة الرئة، جالنا عدد كبير الحقيقة من المرضى، عدد كبير من المرضى محتاجين في فشل جهاز تنفسي ومحتاجين زراعة الرئة. لكن للأسف كان دايما المعوقات اللي قدامنا هي المتبرعين. ان احنا قلنا عايزين 2 متبرعين من نفس الأسرة ونفس فصيلة الدم، ويكون في تطابق في الأنسجة. الكلام دوت الحقيقة كان في بعض الصعوبة، لغاية ما وصلنا في الآخر ان احنا عندنا بالظبط هم 8 حالات اللي قدرنا نوفر ليهم. الحالة موجودة والمتبرعين موجودين. الحالة موجودة والمتبرعين موجودين. والحقيقة برضو نشكر دكتور محمود المتيني وجامعة عين شمس ان هم تبرعوا بتحمل التكلفة كاملة لأول حالة. يعني أول عملية اللي هي عملية سحر من الفيوم. سحر من الفيوم. بالظبط. بالظبط. والعملية دي تكلفتها بالكامل تحملتها جامعة عين شمس. كاملا تحملتها جامعة عين شمس. الأسرة ما تحملتش لم تتكلف أبداً. أي شيء أبدا ودي حاجة تشكر الحقيقة لجامعة عين شمس. الحالة دي جت إمتى فندم؟ حالة سحر دي جت لكم إمتى؟ جت لنا من سنة. من سنة وتأخيرها ليه قصة لطيفة الحقيقة. هي البنت أول ما جت بدأنا نكلمها على موضوع زراعة الرئة من متبرع حي، وجابت إخواتها معاها. البنت لما سمعت مننا تفاصيل العمليه واحنا طبعا بنطمنها تماما، قالت لا، مش قالت لا، خوفا على اخواتها. على اخواتها كانت جاي لنا البنت كانت على 2 لتر اكسجين. راحت ماشيه وقعدت يمكن 5 شهور ما بتظهرش تاني في العياده. احنا اللتر ده اللي هو التنفس على يعني على الاكسجين 2 لتر. عايزه 2 لتر. عايزه 2 لتر عشان بس يبقى نسبه الاكسجين في الدم يا دوب يوصل 90. بعد 5 شهور رجعت لنا العياده بشكل اكثر مرضا، بقت محتاجه 8 لتر عشان برضو الاكسجين بتاعها يا دوب يوصل 85. بدانا ان احنا نعمل معاها الورك اب، الفحوصات اللي ما قبل الزراعه ليها ولاخواتها، والحمد لله كانوا متطابقين تماما. اخواتها على عكسها بقى، اخواتها هم اللي بوشنج، عمالين يطلبوا يا جماعه يعني عايزين نعمل العمليه بسرعه. فبدانا نعمل الورك اب ليها ولاخواتها، وصلنا ان احنا قبل العملية باسبوع البنت دي بقت 15 لتر. وفي خلال اسبوع عشان توصل لكام نسبة اكسجين يا دوب توصل 85% ساعات حتى 80%. واخر اسبوع البنت مش قادرة تنام على السرير، اخر اسبوع هي قاعدة على الكرسي. حتى وهي نايمة، نايمة كده هوت. فحالتها كانت صعبة جدا، بنت عندها ضغط الشريان الرئوي ضعف الطبيعي، ضعف ضغط الدم الطبيعي. واربع اضعاف. فخدتوا القرار ضغط الشريان الرئوي، خدتوا القرار خلاص ان العمليه تتعمل خلاص. يعني اختيار. طيب خلينا نروح للدكتور ياسر، احنا بنحاول نكمل القصه. استاذنا دكتور ياسر ازاي بقى يا فندم؟ يعني الدكتور حسين بيتكلم على 14 فريق
بتكلم على 50 طبيب، ده غير المساعدين يا فندم مش كده؟ اه صحيح، غير صحيح. المساعدين. عمليات عملت في 3 غرف عمليات. صحيح. يعني وكأن انا يعني احكي لي يا فندم ازاي حصلت؟ يعني اشتغلتوا ازاي على الارض؟ هو 10 ساعات العمليه مش كده؟ اه تقريبا استغرقت 10 ساعات لان صحر كانت صعبه وكان فيها مشاكل كتير. زي ما وصف الدكتور محمد حسين الحقيقه، وهي كانت حاله متابع معانا بقالها فتره، وهو ده الحقيقه الفكره. احنا كاطباء صدر واقعين في المشاكل بتاعت الحالات دي بقالنا سنين طويله، وده الحلم اللي كان بيراودنا الحقيقه، لان احنا بنشوف العيانين دول وفي الاخر ما بنعمل لهمش حاجه لحد ما بيموتوا قدام عينينا. فكنا دايما احنا والجراحين نقعد كده نتناقش ونحلم، وبتقابلنا معوقات كتير الحقيقه، لحد ما من ثلاث سنين بالظبط او 3 سنين ونص بدانا ناخد خطوات فعليه، والدكتور محمود المتيني يعني الحقيقه هو اللي شجع وعملنا الفرق دي. 13 قسم اللي مشتركين في تحضير الحاله دول بيعملوا بطريقه متناغمه وفي خطوات. يعني احنا عندنا الاول مثلا بتيجي العيان اللي زي صحر وزي الحاله اللي كانت قبلها، لازم يبقى العيان ده له وزن معين لا تحته ولا فوقه، علشان خاطر يبقى نسبه الخطوره اللي هيتعرض لها اثناء وبعد العمليه تقل. فبيمسكوا بتوع التغذيه العلاجيه وبيمسكوا بتوع العلاج الطبيعي وصلوا له الوزن ده، وصلوا له الوزن ده، وصلوا له الكفاءه. كان ايه في حاله سحر؟ لا ده سحر كانت قليله جدا. سحر كانت كام يا دكتور؟ احنا بدانا كانت البنت وزنها 38 كيلو. 38 كيلو. على ما وصلنا وقت العمليه زادت 4 كيلو، فكانت بقت 42. بتاع التغذيه وبدينا برضو فريق علاج الطبيعي حاول شويه انه يخليها العضلات تبقى احسن والكفاءه تبقى احسن. دخلت كده 38. لا دخلت 42 كيلو. 42 38 وزادت 4 كيلو. دول يفرقوا كتير جدا في حساب نسبه الخطوره بالنسبه لها. يجي تاني فريق من قسم الصدر بيتابعها قبل العمليه. العينه دي محجوزه عندنا في قسم الصدر في مستشفيات جامعه عين شمس بقى لها شهرين. التطورات اللي حصلت دي كلها وجالها ربطه في الشريان الرئوي. وبعدين احنا نبتدي نعمل لها تقييم وظيفي لوظائف الرئه بتاعتها، وظائف الرئه بتاعت المتبرعين، ونبدا نحسب الفص اللي هناخده من كل متبرع لما نجمعهم على بعض. حجم الرئه الجديده اللي هتتزرع لها تبقى مناسبه ليها حسب وزنها ولا لا. فده بيحتاج تحضير تاني واعداد تاني. يعني لو واحد من المتبرعين وظائف الرئه بتاعته مش قد كده نتيجه انه مدخن او حاجه، لازم يقلع عن التدخين، وده ضروري جدا قبل العمليه، ويتعمل له برنامج معين لتاهيل الرئه عشان احسن له وظائف الرئه بتاعته. فده كله تجهيز قبل العمليه. خش بقى زمايلنا من قسم توافق الانسجه، بتاخد عينات عشان نشوف توافق انسجه ولا لا. بنحتاج يعني احنا قبل ما نخش كنا محضرين 20 كيس دم غير بلازما غير دور زمايلنا من بنك الدم. فالحقيقه الفرق كلها بتعمل بصوره متناغمه. بتوع زمايلنا من قسم مكافحه العدوى يبتدوا يحطوا لنا برامج ازاي نخش عليها ونخرج من عليها، وكم واحد هيشوفها كل يوم وكم، عشان اقلل نسب العدوى اللي ممكن تتعرض لها. فالحقيقه شغل صعب جدا. يعني هو ما بيعتمدش على واحد ولا اتنين، واي منظومه من دي او اي عضو من ده وقع ممكن قوي الحكايه كلها تتلخبط. يعني حضرتك ممكن كل المجهود ده ولو اهملت في موضوع الانفكشن كنترول اللي هو مكافحه العدوى، دخل ميكروب بوظ لك الدنيا كلها. فالحقيقه كله بيعتمد على بعضه، كله بيعتمد على بعضه. مثال جيد للعمل الجماعي المتوافق الحقيقه اللي بنسميه تيم وورك. طب دكتوره فجر، يعني دخلت فين في او القسم دخل فين في المسيره دي؟ قسم التخدير بيبتدي دوره من بدايه من مناظره المريض قبل العمليه مع فريق الجراحه. وان احنا ازاي نحسن ونوبتمايز العينه الكونديشن بتاعتها، الجنرال كونديشن بتاعتها، عشان برضو تدخل في احسن وضع ليها. وبعدين بقى يوم العمليه نفسه. زي ما حضرتك تكرمت كده انه احنا عندنا 3 غرف عمليات. وازاي في 2 يوم المتبرعين بالظبط وصحر اللي هي المستقبل. ازاي نقدر ان احنا نورجنايز الشغل في 3 غرف عمليات. ده طبعا حاجه لسه جديده علينا، بس احنا طبعا احنا من الفريق اللي سافر اليابان. في حاجات كتيره في الواقعه دي اول مره طبعا. يعني كل الواقعه هي بس مش اول مره عمليه زراعه رئه، في حاجات كتيره جديده عليكم. فكان التنظيم ده لازم يبقى فيه تناغم، لان احنا الاول صحر ابتدينا بتخدير صحر في البدايه،
وتطمنا ان سحر عدت من مرحله التخدير، لان هي كان زي ما دكتور محمد قال كان عندنا مشاكل كتير في الشريان الرئوي وموضوع تليف رئه، اكتر مشاكل ممكن تقابل اي دكتور تخدير هنايم اي عيان يعني. وبعد كده ابتدينا بالمتبرع الاول، و في اثناء بعد ما خدنا بقى اول الجزء الفص الايمن ومع زراعته بقينا ابتدينا في تخدير المتبرع اللي هو اللي هيديها الجزء الشمال الفص الشمال اللي هو الثاني المتبرع الثاني المتبرع الثاني بدأت في تخديره بدأنا في تخديره. وبعدين بعد بقى رحلة التخدير واليوم العشر ساعات بعديها بقى طبعا بيتم بقى متابعة المرضى دول في الرعاية المركزة. احنا نيجي للرعاية، لكن اللي هو انا اللحظه اللي هو زي ما حضرتك بلغه السينما كده قلت اكشن يعني خلاص هنبدا. بس انتوا قبل ما تبداوا في انا عرفت انه عملتوا بروفات صحيح اجتماعات صحيح مش كده؟ صحيح كجزء من التحضير للمساله. صحيح حكايه البروفات دي او اتعملت ازاي؟ اول حاجه بس انا عايز اصحح حاجه، احنا دايما بنقول دي اول حاله زراعه رئه في مصر. لا، هي اول حاله زراعه رئه من متبرع حي في الشرق الاوسط. في الشرق الاوسط صحيح. طب يعني احنا لانه انا لما بنتكلم انه اول زراعه رئه من حي من متبرع حي في الشرق الاوسط، لانها لم تتم قبل كده في الشرق الاوسط. ده تفرد يعني مهم. فدي حاجه مهمه، احنا ما تاخرناش في دي. لا ما تاخرناش في دي، بالعكس احنا سابقين في دي. احنا سبقنا فيها. طب الحمد لله سابقين في دي. احنا سبقنا فيها، ما هو مصريين برضو مستهلين يعني مستهلين. يعني احنا اول عمليه زراعه رئه من متبرع حي بالظبط على الاطلاق. ده حقيقي. تمام. ده حقيقي. هو زراعه الرئه من متبرع حي بتتم في اليابان وحاليا في مصر، نظرا لان اليابان برضو ما عندهمش قدر كافي من متبرع متوفي. فبالتالي بيكملوا بمتبرع بين الاحياء. البروفا بقى البروفا البروفا بدات بقالنا يمكن اكتر من 6 شهور بنعمل بروفات على العمليات. البروفات بدات بان احنا نزلنا على قسم العمليات في مستشفى عين شمس التخصصي، واللي بشكر طبعا ادارتها العميد دكتور علي الانور ورئيس المستشفى مدير المستشفى دكتور هشام دكتور وليد انور ودكتور هشام انور برضو نائب رئيس المستشفى. تم توفير كل الأجهزة وكل الأدوات اللي احنا محتاجينها للعمليات. بدأنا ندخل كتيم جراحة على العمليات نحضر الآلات بتاعتنا. دي الآلة بتاعت المتبرع اليمين، دي الآلات بتاعت المتبرع اليسار، ودي الآلات بتاعت المريضة. ثلاث او اربع مرات شيكينج على الآلات، مثلا في آلة ناقصة لا ده احنا عايزين نجيبها، وهكذا لغاية ما اطمننا على الآلات بتاعتنا. بدأنا نخش بالليل علشان تكون العمليات فاضية. التيم ده في غرفة واحد كان المتبرع الأيمن. التيم ده بتاع المتلقي في غرفة 2، وفي تيم تالت بتاع المتبرع الأيسر في غرفة 3. انت واقف هنا وانا واقف هنا، المساعد بتاعنا واقف هنا، وهكذا. وبدأنا كده رسمته يا دكتور. رسمنا يعني مكان كل واحد في الفريق. رسمنا وعملنا بروفا احنا هنعمل ايه والتايمينج. التايمينج كان مهم جدا. بيفرق كتير قوي التوقيت، علشان انا عايز كل ما اقلل الاسكيميا تايم، الوقت اللي الرئه فيه مش موجوده في جسم ولا ده ولا ده، كل ما اقلل الوقت اللي الرئه خارج الجسم كل ما بقت نتيجه العمليه افضل. معلش عذر جهلي، يعني انت بتبقى داخل عمليه زي دي عارف الوقت اللي انت هتستغرقه، ولا انت بتبدا ثم العمليه بقى بتطلب اللي تطلبه؟ لا احنا بنبقى عارفين الوقت محدده بشكل رفلي بشكل تقريبي. لكن طبعا جوه العمليات ممكن يقابل بعض المفاجآت. احنا قابلنا مفاجآت الحقيقه. يعني مثلا قابلنا مفاجآت ان في التصاقات كتيره قوي في المتبرع اليمين، فخدنا وقت شويه. التصاقات ما بين الرئه وما بين القفص الصدري. فخدنا وقت شويه في المتبرع اليمين. احنا كلنا كنا قلقانين على المريضه نظرا لخطوره حالتها. زي ما الدكتوره فجر تكرمت، احنا عندنا ضغط الشريان الرئوي كان عالي جدا، واضافه الى التليف الشديد عندنا فشل في عضله القلب اليمين واليسار. فاحنا هو عاده بيبدا المتبرع والمتلقي الايمن في نفس الوقت. احنا قلنا لا، احنا هنموديفاي شويه نظرا لخطوره الحاله. فاحنا هنبدا الحاله الاول ونطمئن ان الحاله بقت فعلا مستقره، وبعدين نروح للمتبرع اليمين عشان لو حصل لا قدر الله حاجه للحاله ما نكونش بدانا اي حاجه في المتبرع اليمين. يعني عشان حضرتك تتخيل مدى الخطوره اللي كانت على البنت. عملنا اكتر من 4 بروفات جوه اوضه العمليات، وعملنا اكتر من 10 اجتماعات ما بين الفريق الجراحي
نقعد على ترابيزة ونقعد نراجع فيديوهات للعملية. كان عندنا فيديوهات كتيرة الحقيقة من الفريق اللي سافر اليابان، نراجع العمليات واحدة واحدة. المتبرع اليمين بنعمل ايه، المتبرع اليسار بيعمل ايه، المريضة بنعمل ايه، ونشوف الفيديوهات ونراجعها ونراجعها مع بعض، والستاف الصغير اللي معانا برضو يقعد يسألنا أسئلة للناس الكبار اللي موجودين. عملنا كذا اجتماع مع فريق التخدير عشان الدكتور علشان نبقى مظبطين الدنيا. ده الفريق بتاع المتبرع، الجراحين كذا والتخدير كذا، المتبرع والمتلقي كذا وكذا، بحيث ان احنا نبقى فيه هارموني ما بين الفريق، ويوم العملية ما يبقاش فيه اي مفاجآت. والحمد لله الى حد كبير ما كانش فيه اي مفاجآت. بعد العشر ساعات، يعني حضرتك تابعت العشر ساعات، او يعني المتواجد خلال العشر ساعات، بعد العشر ساعات كان احساسك ايه؟ الحقيقة الفريق دخل الساعة 8 الصبح. كان في حد ممثل من اسم، طبعا هو الفريق كله لازم يكون جراحين وتخدير مع التمريض طبعا. كان لحد 6 مساء كده. لا بعد 6 تخلصوا، مخلصين حوالي الساعة 10 بالليل. صحيح 10 بالليل. كان في واحد من اسم الصدر عندنا، احد الاساتذه الدكتور هيثم سامي، متواجد جوه اوضه العمليات. وهو طبعا مش مطلوب ان يبقى في واحد صدر، بس نظرا انها اول مره تتم. ده بعد نهايه، مش كده؟ ده كان قبل العمليه مباشره. قبل العمليه مباشره، يعني انتوا داخلين. صحيح. صحيح. فزميلنا من اسم الصدر ده كان قاعد، طبعا هو متعاقم وكل حاجه، بس هو مش بيشارك في الاجراء لانه مش جراح، وبالتالي كان عنده فرصه ان هو يبعت لنا الابديتس او التطورات كل ساعتين. يجيب خبر كويس وبعدها خبر حصل كذا، خبر كويس هوب قلبنا يقع. خلصوا طبعا في وقت يعتبر طويل عن اللي كنا حاسبينه. قلقنا جدا. دكتور محمد بيقول في بعض المفاجآت، يعني طبعا مفاجآت. والحقيقه احنا كان بالصدفه الخبير الياباني موجود في مصر في الوقت ده وحضر معانا العمليه. وهو ما كانش وحضر معانا البروفا اللي قبل العمليه اليوم اللي قبلها. اللي هو بقى الخطوات الاخيره ان شاء الله، وكانوا عاملين الحقيقه سيناريو A و B و C، يعني خطط بديله. ما كانش مصدق اللي بيحصل، لدرجه ان الراجل اثنى ثناء شديد على فريق التخدير والرعايه المركزه الحقيقه، يعني لانهم قاموا بعمل كبير جدا اثناء تحضير المريضه للتخدير، ومرت الحقيقه في فترات التخدير الحرجه. التخدير في الفتره الاولانيه في الحالات دي بيبقى عامل زي التيك اوف بتاع الطياره كده، اكبر نسبه وقوع هو في الفتره دي. فالحمد لله ربنا عداها على خير وبطريقه يعني سلسه جدا، والجراحين اشتغلوا بمهاره شديده وسرعه شديده، فالراجل كان واقف يعني منبهر من الشغل. زميلنا كان بيبلغنا احنا الحقيقه بعد ما خلصوا العمليه بالشكل اللي ده، الليله دي الواحد كان نايم كل شويه يقوم بكوابيس. بكوابيس؟ يعني خايف ان طردتك الكوابيس في الليله اللي بعد العمليه دي. غريبه معانا، احنا نمنا كويس قوي. انتوا طول عمركم انتوا نمتوا من التعب. خلص وماشي. هو قفل الحاله وخلاص. التخدير وبتوع، لا والله هم ده هم باتوا في المستشفى. لا اقصد انه يعني اساتذه كبار وباتوا في المستشفى وما سابوش البنت. فانت الكوابيس فضلت تطردك يعني. لحد الفجر كده صليت ودعت لها وقلت ان شاء الله باذن الله، كان عندي احساس شديد ان ربنا هيكرمها. تاني يوم طبعا رحت على المستشفى على طول الصبح. طمنا عليها وعملنا اول منظار بعد العمليه، وطمنا الدنيا ماشيه معقوله. الحقيقه نقدر نقول ان الحاله ابتدت تستقر على اليوم الرابع، يعني على ما طيب. بدا الواحد يتنفس. خلينا نروح للدكتوره فاكر، يعني هي خلاص طلع بقى قبل الكوابيس بتاع الدكتور ياسر. يعني انتوا عملتوا دوركم كفريق للتخدير، جه الدور بقى على الرعايه المركزه. هو احنا الحقيقه الفريق بتاعنا، احنا فريق التخدير والرعايه المركزه. احنا كلنا بنبقى في العمليات وكلنا متابعين المريضه بعد العمليات في الرعايه المركزه. طبعا اول فتره بعد العمليه دي بتبقى اصعب فتره لحين استقرار المريضه، يعني لازم متابعه علامات حيويه مستمر، الى جانب ان هي كانت على اجهزه كمان، اجهزه الاكمو، فدي محتاجه برضو متابعات. زي ما دكتور ياسر قال، طبعا احنا لازم موضوع الانفكشن كنترول ومين بيدخل العيانه وامتى وازاي، ده كله اجراءات لازم كلنا بنتخذها، وكلنا بنحرص على حتى التمريض اللي بيدخل للعيانه ازاي بيدخل عليها وازاي بيتعامل مع المريضه. الامور طبعا قعدت في اول فتره، طبعا احنا لازم بنتابع
لحظه بلحظه، العلامات الحيويه بنغير في الادويه وبنغير في جهاز التنفس اللي هي عليه وكل الحاجات الى ان يعني الحاله تستقر. الحمد لله امورنا دلوقتي احسن كتير، كل يوم عن يوم الحمد لله الامور بتتحسن. ده بقى طبعا بالاضافه الى متابعه المتبرعين. شفتيها اول مره بعد ما يعني اول مره شفتيها بعد العمليه كان يعني يوم العمليه بالليل يعني كانت يوم العمليه بالليل احنا يعني معاها على طول. لا انا مش بتكلم على اول مره شفتيها انت معاه، لكن لما كلمته يعني دار حوار اول مره فائت يعني اول ما فائت طبعا ده يعني حاسس كان طبعا انها اول ما ابتدت تفوق وتقول الحمد لله وتفتح عينيها، ده كان بالنسبه لنا احنا يعني احنا اللي اتنفسنا، احنا اللي خدنا نفسنا مش هي. اول حاجه قالتها هي يا دكتور؟ لا الحمد لله ان هي تفتح عينيها وتقول الحمد لله. اول حاجه سالت على اخواتها، اول ما صحيوا من التخدير سالوا عليها. هم كانوا ما شاء الله يعني عليهم، هم كانوا هو اسره كمان اسره مصريه يعني صحيح. ناس شقيانه على اكل عيشها يعني مش ومن الحاجات المهمه طبعا متابعه المتبرعين بعد العمليه، لان هم اصلا مش مرضى، هم اصحاء الحمد لله وبصحه جيده، فاحنا طبعا دول كانوا بالنسبه لنا يعني خط احمر لازم يطلعوا بزيرو مضاعفات. الحمد لله هم كويسين وخرجوا خلاص من الرعايه المركزه ومن المستشفى كمان، فالحمد لله. الحمد لله. طيب خليني هسال حضرتك سؤال ونفتح القضيه المهمه على هامش هذه العمليه. يعني احنا لما جينا اتكلمنا على طول اول ما عرفنا الحاله فكنا عاوزين يعني عارف ايه فرحانين يعني متفشخرين باللي حاصل. فدكتور المتيني لما تواصلنا معاه الحقيقه قال يعني خلونا ايه لما الحاله كده تستقر ونبقى الملامح واضحه. بعد العمليه دلوقتي احنا الحاله واصله لحد فين؟ يعني طمنا برضو على على سحر وعلى اشقائها، يعني اشرتي انه الاهتمام بالمتبرعين كمان، فالحاله دلوقتي واحنا بنتكلم مع بعض. انا هبدا بالمتبرعين، الحمد لله هم الاثنين امورهم ممتازه، خرجوا من المستشفى امبارح صباحا. والنهارده تواصلوا معانا تليفونيا، امورهم الحمد لله كويسه، حتى الالم الحمد لله بقى افضل كتير. بالنسبه لسحر هي ما زالت في الرعايه المركزه على جهاز التنفس الصناعي لكنها فايقه تماما. الرئه اشتغلت بنسبه قد تصل الى 80%، وكل يوم احنا بنكسب بعض الخطوات قدام. حالة القلب بتاعت سحر زي ما كنا قلنا قبل كده كان عندها فشل في عضلة القلب اليمنى وفشل في عضلة القلب اليسرى، وده نظرا لارتفاع ضغط الشريان الرئوي. لما بنغير الرئتين القلب بيحصل له ريموديلنج، ترجع الوظيفة بتاعته يوم بعد يوم. على اليوم الرابع حالة القلب رجعت طبيعية. تمام. على اليوم الرابع. على اليوم الرابع. ده القلب. والرئة بدأنا بوظيفة، وده الطبيعي في زراعة الرئة، بنبدأ بوظيفة 40-50% وبنعلى يوم عن يوم. الحمد لله احنا وصلنا دلوقتي 70% من وظيفة الرئة رجعت تشتغل بشكل معقول، فالحمد لله امورها كويسة، فايقة تماما، بتتواصل معانا يوميا، ويوميا الحقيقة بتسأل على اخواتها. ودي برضو انا هرجع تاني لاخواتها، الناس دي عمال مباني. كل شغلهم هو شغل يدوي ويشيلوا اسمنت، صحته كاملة يعني. محتاج صحته كاملة، وفي نفس الوقت هو التبرع ده يأثر عليه صحيا؟ ده سؤال جميل جدا ومهم يعني. لان السؤال دوت بنتسأل كتير جدا. الاجابه لا ما لا. بيأثرش لا، يعني هو ممكن يكون كأخ برضه عاوز يساعد اخته لان هي كانت اتجوزت وانفصلت وكانت حامل واجهضت لانه ما قدرتش يعني تتحمل. ده صحيح. فممكن هو عايز يساهم في انه يساعدها، بس في الاخر ممكن حتى العيله او يقول لك طب يعني ما هو انت هي تعبانه لكن مش هنخلي اخواتها كمان تعبانين. صحيح. فده لا يؤثر. ده لا يؤثر. التبرع بالجزء من بالفصل الرئه ده ما ياثرش على صحه الانسان العام. لا يؤثر تماما. والانسان بيرجع بحالته الطبيعيه، ولكن ايوه هل بترجع وظائف التنفس 100%؟ لا. وظائف التنفس بترجع في خلال سنه الى 85 الى 90%. وده طبيعي برضه. خلال سنه بالظبط. هل 85 الى 90؟ هل 85 الى 90% ده مش طبيعي؟ لا ده طبيعي. لا طبيعي.
يعني مفيش تأثير. مفيش تأثير. تمام. لكن طبعا بيفضلوا أول فترة صغيرة كده في بعض الألم مكان الجرح. احنا حاولنا نعمل كل حاجة احنا نقدر عليها بحيث ان الألم ده يخف شوية علشان الشباب دول بيعتمدوا على صحتهم بالمباشرة في الشغل. في الشغل. طبعا جامعة عين شمس برضو هتتكفل إلى حد ما بمساعدة الناس دي. الأسرة دي. وأنا من هنا بدعو طبعا ان احنا ندعم الناس ديت. احنا عندنا على قد ما نقدر. عندنا بلسان حضراتكم يعني عندنا الجمعيات الأهلية والعمل التنموي والخيري، اعتقد لابد ان هم يتواصلوا مع هذه العائله ويقدموا لها كل دعم. أكيد. مش بس دعم مادي، كمان دعم معنوي ونفسي يعني. أكيد. طب احنا دكتور يعني بيبقى في العمليه مصر مثلا فيها كام على الجدول؟ دكتور قال ان في 8 حالات دول اللي هم لقوا متبرع، مش كده؟ لكن كام حاله مثلا ممكن تبقى محتمله او محتاجه زرع رئه في مصر؟ احنا يعني بالحساب الاحصائي العالمي في الحالات اللي زي دي وبرؤيتنا احنا ما عندناش طبعا للاسف احصائيات واضحه، تقريبا 3 في كل مليون. احنا 100 مليون يبقى متوقع يبقى في حوالي 300 حاله محتاجه زرع في الوقت الحالي اللي احنا بنتكلم فيه ده دلوقتي. نشر الوعي والبحث عن الحالات بيتطلب طبعا يعني معرفه لكل الهيئات اللي بتتعامل مع الحالات، لان احنا عندنا القطاع الصحي فيه مساهمين كتير، القطاع الخاص طبعا اللي هو ممثل في العيادات والمستشفيات الخاصه منتشر جدا في مصر، غير القطاع الحكومي اللي هو التامين الصحي ووزاره الصحه والمستشفيات الجامعيه. فمحتاجين كل الناس تبقى عندها ثقه ان البرنامج ناجح وان شاء الله ربنا يكرمنا وان احنا خدنا بكل اسباب النجاح الحمد لله، وبالتالي يبدا يبقى فيه الريفيرال او تحويل الحالات على جامعة عين شمس الاستفادة من الامكانيات دي. وفي نفس الوقت احنا بنتكلم على بيت خبرة الوقت. طبعا يعني كل مؤتمراتنا الحقيقة احنا بندعو زمايلنا من الجامعات الاخرى ان يبقى في تبادل في الخبرة دي، وما فيش مانع يبقى في مركز تاني في اسكندرية وفي طبيعي. الصعيد. طبيعي. ما فيش اي مشكلة يعني ده الحال في مصر واحنا متعودين على كده. لكن الحقيقة موضوع برضو الزراعة من احياء ده اعاقة شديدة. لان احنا داخل نفتح القضية دكتور ياسر واخد برضو فيها رأي الدكتورة فجر والدكتور حسين حتى يبقى ده ختام للموضوع. احنا قدام عملية نجحت الحمد لله وربنا يكملها يعني بالخير، في عملية اخرى انتوا بتستعدوا لها كمان مش كده؟ يعني المفروض على مارس اللي جاي يا مسهل ان شاء الله. يعني في التوقع مش عايز احرق لكم الاحداث. بدأنا دلوقتي الفحوصات للمريض للحالة التانية. صحيح. للحالة التانية. ايه اللي بيعوق ده؟ يعني ايه اللي بيعوق انه تبقى المسألة ماشيه بشكل طبيعي؟ يعني فيما يتعلق بالقوانين، فيما يتعلق بالامكانيات العلميه والاداريه، يعني المشكله فين؟ هو بالنسبه للحاجات اللوجستيه كلها الحمد لله احنا كملناها. موجوده الحمد لله. تمام. ودي خدت ملايين عشان نقدر نسافر. طبعا. تمام. وطبعا يعني ده نتاج عمل متبادل، يعني طبعا هو الدكتور محمود المتيني ربنا يديله الصحه هو من الناس الرائده في هذا المجال بصفه عامه، لكن اختياره للفريق الاداري اللي بيشتغل معاه. يعني وقت ما بدانا نجهز الوحدات كان الاستاذ الدكتور علي الانور اللي هو حاليا العميد كان مدير مستشفى عين شمس تخصصي. وعلى مستواي انا كان بدانا نطور معمل وظائف التنفس ونطور معمل الحاجات والمناظير، وحده المناظير، لان دي كلها هتخدمنا. صحيح. فبدانا ناخد بكل الاسباب رغم ان دي بتفيد عيانين تانيين، لكن كان تركيزنا كله على موضوع الزراعة. بتحشد لده. وبدأ برضو تطوير الوحدة الرعاية المركزة ووحدة العمليات وكل ده علشان خاطر خدمة المستشفى والمرضى كلهم وتركيز فوكس على موضوع زراعة الرئة. انتقل بقى عميد بقى مدير مستشفيات، دكتور علي الأنور بقى مدير مستشفى وبقى عميد الكلية، كل ده سلم لناس تانية، دكتور وليد الأنور، كلهم بيشتغلوا، كلنا ماشيين كده زي ما بقول لحضرتك، هو نظام إداري متكامل وحسن الاختيار هو اللي خلى الناس كلها. يعني انا عندي ده اللوجستيات الحمد لله موجوده. ايه المشكله؟ الناس متدربه الحمد لله، فالبرسونال كمان موجودين، العنصر البشري، العوده للخبره، الدكتور محمد حسين معانا دلوقتي وله خبره كبيره في هذا المجال اشتغل بايده طبعا. والراجل الياباني معانا الحقيقه على طول بيجتمع بينا عن طريق الزوم وبناخد رايه، فاذا احنا كل الاسباب. طب قالنا حاجه مشكله كبيره جدا جدا وهي الوعي الطبي زي ما قلنا بين كل المجتمعات الطبيه ان نبعت حالات علشان خاطر الحالات دي في امل ان هي تعيش بصوره كويسه. والحاجه الثانيه توصل حضرتك من الجامعات الاخرى من الجامعات ومن الدكاتره وكله يبقى عنده فكره ان زراعه الرئه دي احنا كنا زمان ايه لما نيجي ندرس مرض مزمن
بيجي في الاخر يقول لك ايه من احد المضاعفات فشل تنفسي مزمن الحل زراعه رئه جمله كده بس ومحدش شافها محدش بس وبنحطها كده يعني قفل الورق يعني. قفل الورق دلوقتي بقت موجوده بقت حقيقه الحمد لله فالوعي الطبي الوعي الطبي. الحاجه الثانيه بقى ان احنا نحاول نفعل القانون اللي اوريدي موجود اللي هو الزراعه من حديث الوفاه التبرع من حديث الوفاة. هو فعلا لجنة الصحة في مجلس الشعب بدأت تعمل شغل في هذا المجال وفعلا اتطبعت ورقة دلوقتي بتسجل فيها أشخاص اللي مستعدين ان هم يتبرعوا ودي حطناها في المؤتمر بتاعنا الأخير وناس كتير قوي من الأدكاترة كتبوا موافقة وحطوا رقم بطايقهم كأنها تسجيل رسمي ان هو موافق ان هو يتبرع لكن محتاجين بقى القانون يتفعل صحيح. يعني القانون يعني الفاعل دي نقطة أساسية هتفيدنا جدا جدا والدكتور محمد لمسها لأن هو اشتغل كده اشتغل من أحياء واشتغل من حديثي وفاة حديث طبعا فاحنا عاوزين تفعيل إنه التبرع من حديثي الوفاة ده مهم جدا. طيب دكتورة فجر أسأل حضرتك حاجتين يعني رأيك في هذه القضية برضو اللي احنا محتاجينه واللي خرجت بيه إنسانيا من التجربة دي أو المشاركة في هذه العملية. هو طبعا موضوع نشر الوعي ده مهم جدا ان احنا يبتدي يجيلنا بقى حالات من بقيه المستشفيات والمراكز ونشر الوعي للمتبرعين بقى ان احنا المتبرعين الحمد لله ويبقوا بصحه كويسه بالظبط كده لحين بقى طبعا الجزء الكبير اللي احنا يعني بنتمناه ان هو يبقى متبرع من حديثي الوفاه لان ده طبعا هو اقل يعني ده يعني احنا بدل ما بيبقى عندنا 3 غرف عمليات بتبقى غرفه عمليه واحده طبعا ما بيبقاش عندنا مشاكل المتبرعين ان احنا بنبقى يعني مش قادرين نوفرهم صحيح على حديث الوفاه خلاص يعني هو بقى مش قادرين يعني ربنا بيحاسبه يعني المتبرعين واحنا عندنا مرضى كتير لكن المشكله في عدم توافر المتبرعين فطبعا ده يعني احنا ده اللي احنا بننادي بيه ان شاء الله باذن الله. طيب خرجتي بايه انسانيا بقى من مشاركتك في هذه التجربه؟ الدكتور ياسر قال كوابيس بس يعني صلى الفجر فالحمد لله يعني حضرتك خرجت انسانيا بايه؟ لا احنا انا طبعا من 2019 واحنا في بدايه من سفر اليابان برضه حضرت في كينج فيصل للتجهيز هنا ده كله طبعا يعني مجرد يوم العملية ده إحساس إن إحنا قدرنا الحمد لله نعمل الحلم ده وإن إحنا إن شاء الله ربنا يكرم ونكمل فيه ونقدر نساعد مرضى كتير إحنا كنا بنشوفهم في الرعاية المركزة بيموتوا بسبب فشل التنفس وما بنبقاش قادرين نساعدهم. حضرتك بتشوف إن المريض بيموت قدامك وبيتخنق وما بتبقاش قادر تساعده بيبقى حله الوحيد هو زراعة الرئة فطبعا يعني ده كان حلم بالنسبة لنا والحمد لله ربنا كرم وقدرنا نعمله. طبعا دكتور محمود المتيني دي فضل عظيم جدا بداية من تسهيلات كل حاجة تسهيلات سفرنا وتسهيلات ان احنا نجيب اجهزة الجديدة احنا كنا محتاجين لأجهزة كتير جدا في مستشفى عين شمس التخصصي والعمليات كلها والرعاية كل ده تم بصراحة يعني دكتور محمود كان very supportive لينا فربنا يسهل يعني ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله. طيب دكتور محمد حسين خلينا نختم مع حضرتك رؤيتك لي برضو القضية يمكن في اتفاق على انه تفعيل التبرع من حديثي الوفاة يحل مشكلة كبيرة يعني رؤيتك في هذه القضية واختم معاك بيه انت اجريت عمليات كتير يعني اجريت عمليات كتير برا ايه الفرق اللي حسيت بيه في كل العمليات اللي انت قدرتها بره مصر واول عمليه هنا في مصر؟ انا بحب لغه الارقام كويس وبحب التاريخ حلو. التبرع بالاعضاء من حديثي الوفاه بدا من سنه 63 في العالم الغربي طبعا كان ساعتها في امريكا وفي كندا متاخرين قوي يعني قوي 60 سنه يعني طيب. قلنا 40 وبعدين 25 فمتحدفنا كمان بالظبط رجعنا ورا كمان هو احنا بنزرع كلى وكبد من احياء برضو صحيح بالزبط. مش من الناس دي مش حديثي الوفاة التبرع بالاعضاء من حديثي الوفاة في منطقتنا بدا في السعوديه من سنه 86 برضو يعني 80. بنتكلم في قربنا في 40 سنه في الامارات من سنه 2010 في الكويت وفي البحرين وفي قطر من سنة 2005 تقريبا احنا بنتكلم في زمن كبير هنا مازال محل جدل ايفن ايران ايران من سنة 2000 عملوا اول زراعة رئة
وكل ده من متبرع متوفي حديثا. طيب احنا اتكلمنا على زراعه الرئه، احنا محتاجين 300 في السنه. طب ما في زراعه القلب، ما القلب ده مش هينفع من متبرع حي. ادينا عملنا الرئه وبدانا بالصعب في الرئه. صحيح انت عايز تعمل متبرع حي قلب، فانت بتموت واحد يعني. فهي القلب لازم من متبرع صحيح متوفي. صحيح. طب احنا كام واحد في مصر محتاج زراعه قلب في السنه؟ برضو بالاحصاء من 5 لـ7 هناخد على الخمسة، يعني في 500 واحد محتاج، من 500 ل 700 واحد. 500 ل 700 واحد محتاج زراعه قلب سنويا. طب دول بيعملوا ايه؟ دول بيموتوا. تمام. عشان عدم وجود البرنامج، بيموتوا سن صغير. طيب ال 300 بتوع زراعه الرئه دول بيحصل فيهم ايه؟ برضو بيموتوا اوفر ذا ييرز. فبالتالي احنا محتاجين نفعل البرنامج. طب نفعل البرنامج، هل في اصلا قانون نفعل القانون؟ هل في قانون؟ 2007 احنا عملنا اول فتوى كانت طلعت من الازهر باباحه التبرع من متوفي حديثا. تمام. 2008 فتوى تانية برضو من لجنه الفتوى بتاعه الازهر باباحه التبرع من متوفي حديثا. تمام. القانون رقم 5 ل 2010 طلع من مجلس الشعب واتنشر في الجريده الرسميه باباحه التبرع من متوفي حديثا. اللائحه التنفيذيه بالقانون اتعملت سنه 2011. فبالتالي احنا النهارده احنا جاهزين، محتاجين ثلاث حاجات الحقيقه. الحاجه الاولانيه من سيادتكم والاعلاميين المحترمين زي سيادتك كده، ان احنا نعمل حمله اعلاميه لتوعيه الشعب بالموضوع. انا مش محتاج ان 100 مليون يقتنع بالموضوع. انا محتاج 3 4 مليون يبداوا ويقتنعوا بالموضوع ويؤشروا على الوثيقه اللي عملتها وزاره الصحه. بالظبط. انا شخصيا انا واسرتي احنا متبرعين في السعودية، متبرعين كنا في فرنسا، ومتبرعين في كندا. يعني عاملين الإقرار بتاع التبرع. عاملين الإقرارات. والله أعلم يعني، والكلام اللي أنا سمعته كتير من شيوخ كتير، لأن أنا طبعا أول ما بدأت أسأل عن حرمانية أو السماح بموضوع، شيوخ كتير يقولك ده أفضل صدقة جارية لأي متوفي. صحيح. المتوفي الواحد بيساعد 8 مرضى لأن هم يعيشوا حياة كويسة. يعني احنا هنا مع برضو تفعيل الحاله، لان احنا عندنا قانون اوريدي بنتكلم عن تفعيل مجتمع. بالظبط. مش كده؟ يبقى الاعلاميين. تاني حاجه المنابر الدينيه، المسجد والكنيسه يدعم في ده. والتالت الاراده السياسيه ان هم يدونا الضوء الاخضر ان احنا نبدا البرنامج. البرنامج ده مش هيفيد مئات المصريين، هيفيد الاف المصريين اللي عندهم فشل عضوي بصفه عامه. طيب قول لي بقى في جمله، ايه الفرق؟ حسيت بالفرق ان انت بتعمل عمليات بره وبعدين بتعمل اول مره في مصر؟ انا هبدا بكلمه كلمني الراجل البروفيسور اللي انا كنت شغال معاه في مونتريال، باسكال فيرارو. الراجل ده عامل اكتر من 1000 حاله زراعه رئه. قال لي يا محمد يو ستارتد فروم ذا توب اوف ذا ماونتن، انتوا بداتوا من على قمه